دقائق من خلال هذه التمريرات لقاتل من بدر مطوع، وايضا برافو للاعب حمد العنزي اللي تمكن من المرور من حارس المرمى من الحارس بايز الرشيدي، هدف اول وبدايه موفقه للاصفر الملكي في هذه اللحظات يتقدم لحمد العنزي. قادسيه واحد لكن تمريره قاتله من بدر مطوع، وايضا كان ذكاء من اللاعب حمد العنزي اللي تابع هذه التمريره.